Hey. درجة. ايه مو مشكلة عادي ها؟ تفضل اصعد عاشو اصعد 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 روح اصعد وانت العب حيعينك محمد ايه اصعد عندي سؤال راح التوتر خلاص عندي سؤال يا محمد ها تفضل انت الان طلعت درجة صح؟ بسألك ها كيف مستوى الذاكرة عندك؟ والله زين انسى الهاوية انت كيف مستوى الذاكرة عندك بالحياة بشكل طبيعي؟ حلو حلو 100% ذاكرتك زينة ممتازة جدا ما تنسى ان شاء الله ها؟ ان شاء الله عادة ما تنسى عادة ما أنسى حلو متى الأوقات اللي تبدأ تنسى فيها التوتر توتر إيه؟ إذن الآن أنت في أعلى مراحل التوتر لأنك نسيت أن عندك حماية مفروض ما تطلع لا صح أضحك على نفسي أنا أي والله الله يبين وجهك يا أمير ليش نسيت ما أدري يلا أفرح أفرح يا محمد إيه؟ بالله جيبوا الشاشة جيبوا الكاميرا على محمد ليه محمد ناظر ناظر أنت والديكور واحد بس أنا عندي تتحطى ناظر لا لا اضحكوا له المقدم اضحكوا له طيب ابشر بالهاوي يا محمد لا تكوى يلا يا عبد العزيز عندي ظهر لك السؤال روح روح ابن عمي روح